Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme Shayma et bienvenue sur ma chaîne. Donc la première des choses, je vous remercie pour le Maulid Nabawi Sharif. Je vous remercie pour le Maulid Nabawi Sharif. Je vous remercie pour le Maulid Nabawi Sharif. Donc aujourd'hui, on va préparer un biscuit typiquement où le goût est le méga choc ou bien prince. Qui a une très bonne quantité. C'est très facile. Donc allez, c'est parti pour les ingrédients. Donc, on a 250 g de zibda, 150 ml de sirop, 150 g de sucre, beda, vanille ou bien sachet de vanille ou bien une cuillère de vanille, 1 stade de kissane de la farine ou bien 5 de kissane. دائما كنقولكم على حسب النوعيه ديال لا فارين. دونك انا هنايا شنو غادي ندير، غادي ناخذ ديك الصيعه ديالتي وغادي نخدم فيها. كتخدموا بحال دابا فشي غاسيبيون في سيف او بيان فانيو، يا با سوسي، نختصم ديك الصيعه ديالي. دونك غادي نشد وغادي ندير الزبيده ديالتي، غادي نسحبها نزلها، وبيان سور غادي نزيد عليها لو سكر. وغادي نخدمهم حتى غادي يرجعوا ليا الشكل ديال البوماد. دونك اون فوا كنحسو بيه بنرجع على شكل ديال البوماد، هنايا كنزيدو لا فاني اون ميم طون بانسي دو سيل، وكنبداو كنخدمو عاوتاني. جوست اون شوز، شوي ديزولي نسيت ما حطيتش لا لوفور شيميك، يعني دونك ساشي ديال لا لوفور شيميك زيدوها حتى هي لي زانغغيديون، نسيت ما نزلتهاش راني في الفيديو، غادي يبان لكم بانني زدتها. دونك اون فوا خدمتها هنايا غادي نبقى نزيد الزيت شويه بشويه، وانا كنحرك ما تزيدوهاش بدقه، زيدوها شويه بشويه فوالا. وانا كنخلط بهذه الطريقه هادي حتى كتولي ليا شويه جاريه. ابخي غادي نزيد البيضه ديالي، ومن بعد ما غادي نخلط البيضه وغادي تدخل مزيان في هذيك الزبيده مع لو سوك، غادي نبدا نزيد الفورص ديالي وانا كنجمع. دونك فوالا انا كنجمع بالفورص. يعني المره الاولى ديروا في دقه 3 ديال الكيسان وحاولوا تجمعوه، من بعد زيدوا واحد جوج الكيسان، اي ابري خاصكم تبقاو اون فوا توصلوا 5 ديال الكيسان بقاو زيدوا شويه بشويه، ما تزيدوش كلشي على فوا، يعني يقدر يدخل لكم حتى ل 5 كيسان ونص. باسكو انا هنايا سا ديبون، واحد النوبه درتها دخلوا لي 6 كيسان، ولوتر فوا فاش درتها دخلوا لي 5 كيسان ونص، سا ديبون على الفرص اللي كنشريو. فوالا كما كتشوفوا ها نتوما العجينه ديالتي كيفاش ولات، كما قلت لكم في التريز كنزيد شويه بشويه. دابا غادي نزيد لا لوفور شيميك حتى للتالي، وغادي نزيد لا لوفور شيميك ديالي اللي راني نسيت ما حطيتهاش في الاول، شويه ديزولي نسيت ما حطيتهاش بوغ مو راني نسيتها وخرجت لي من دماغي بانني ما نسيتهاش. دونك كنزيد لا لوفور شيميك ديالي وغادي نجمع العجينه. هانتوما كما كتشوفوا العجينه كتجي مرخويه، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش شاريه بحال الشكل ديال ديال الصابلي، دايوغ راه صابلي. ابخي باش غادي تعرفوا العجينه بدات صوبتكم مزيان، شوفوا ملي غادي نحربلها كومسا ونديرها كويره، ملي غادي نبرك عليها بصبعي ما غاديش تشقق، هنا كنعرفوا بان العجينه راها مزيانه ما تشققات ما والو. دونك غادي نحربلها، غادي ندير 3 ديال الكويرات
باش تجيكم سهله الطلوق. بغيتو ديروا حتى جوج الكويرات ديرهم، ولكن ثلاثه كيجيكم ساهلين بانكم تطلقوهم. دونك انا هنايا غادي نجيب بابي كويسون وغادي نديرو باش غادي نطلق الباط ديالتي وبيا الكويره الاولى ديالتي ولي زوتر بول. غادي نحاول نجمعهم في بابي سلوفان باش ما كيبسوليش، ديك القشره الفوقانيه ما كتيبسليش بالهواء. دونك غادي نديرهم ونطوندون على ما غادي توصل النوبه ديالتهم بانني نخدمهم. دابا غادي نشد لابول ديالتي اللي راني درت لو بابي كويسون، غادي نحاول نطلقها بالدلاك، يعني لا بريسور ديالها كيجي ما كيجيش عريض وما كيجيش عاوتاني رقيق تالمون. كيما قلت لكم الحجم بحال غادي ديروا صابلي لي صابلي العادي اللي كنصوبو هانتوما كيما شفتو بلا ما تلفتو. غادي نشد المرشم ديالي وبيا لو ساركل سادافو. انا هاد لبست نفس المرشم اللي هو كيكون فيه ديك السكين فاس في الجنيب، وديجا غطستو في شويش ديال لافارين وكنبقى نغطسو هكا في لافارين وكنرشم به باش ما يلصق لياش. يمكنكم كما قلت لكم تخدموا لو سيركل، انا شديت هاد المرشم وخدمت به. دونك دابا غادي نحاول نهز بالراس ديال الموست سكين لو بيسكوي ديالي، وراس السكين حتى هو ديروه من الاحسن في الفورس عاد ديروه باش تهزو به لو بيسكوي. غنشد ان كوردون ونحاول نثقبو تقيبات كما كتشوفوا هكا بحال اللي كيكون في لو بيسكوي دو برانس، تقيبات بهاد الطريقه. وغادي ننزلو في اللاطه ديالي اللي ديجا راني دهناها، وبيا غادي ندير لها بابي كويسون غير دهنتها لان الصابلي معروف ما كيلصقش بزاف. دونك غنعاود معكم الثانيه باش تشوفوها. كما كتشوفوا راني درت السكين ديالي عاوتاني الراس ديال السكين ديالي درته في لافارين في الفورس باش عاد هزيتو. وابخي كما كتشوفوا غادي نبدا نثقب بهاد الطريقه هادي. وغادي نكمل لو بيسكوي ديالي كامل بهاد الطريقه هادي. فوالا لاطا ديالي هنا من بعد ما كملتها نتوما كما كتشوفوا انا هي دهنتها ما درتلاش بابي كويسون. غادي ندخلها فران على درجه الحراره 150 من الفوق ومن التحت. اون فوا نشوفوه بدا يتبيض شويش في وجهه غادي نحيدوه. كما كتلاحظوا ها لو بيسكوي ديالي من بعد ما وجد هما كما كتشوفوا كياخد ديك لا كولور ديال مبيضه واحد شويش. دونك هنايا غادي ندوز نحضر لاصوص دو شوكولا. دونك هنايا الشكلاط خديت 300 غرام دو شوكولا دوبتو في بامغي كما كتشوفوا، وخديت لو ياغورت دو شوكولا راه دايغ كيتباع. وغادي نزيدو ديك لو شوكولا، غادي نزيد تقريبا ديك لو ياغورت كامل في ديك 300 غرام ديال لو شوكولا اللي راني دوبت شوكولا نوار. وغادي نحاول نحركو باش غادي يعطيني صوص، يعني ما غاتش الشكلاط فاش غادي نلصقو في البسكوي ما غاتش يبس عليها، غيخليها فيها بحال نقولو جونغ دو موس presque la même chose. ما كانش عندكم لو ياغورت دو شوكولا يمكنكم ديرو دانون ناتور وتزيدوها على لو شوكولا من بعد ما كتذوب، مي لو ياغورت لو كو دو شوكولا كيعطيها عاوتاني كو واحد اخر. دونك فوالا نتوما كتشوفوا كنبقى كنخلط وانا كنخدم مزيان، مازال خاصني نزيد هنايا presque انا بقيت كنزيد حتى خويت ديك لو ياغورت كامل. دونك هانتوما كيما كتشوفو ميم لا كولور تبدلات لا تيكستور تبدلات، وحتى فاش كنهزو كيتقال ان تي بو، يعني كيخصو يتخدم مزيان على ما كتوصلو لهاد النتيجة كتحبسو. هنايا غادي ناخد لو بيسكوي ديالي وراكم عارفين يعني الطريقة العادية، غادي نديرو فوق لو بيسكوي وغادي نلصقو ونحطو في قنيت على ما مكيشدو راسهم مزيان.
غادي نزيد نصوب الثانيه وغادي نمشي على نفس الطريقه حتى غادي نكمل لو بسكوي ديالي كامل. البنات راه حط راه حط البسكوي كثر من هاد لا كونتيتي هادي غير الدراري راهم كلاو منهم داكشي باش كلاو هكاك تال موجههم بنين وحمقهم كلاو هكاك سون شوكولا دونك راه كيحط بلوس ك هاد لا كونتيتي هادي. فوالا لو بسكوي ديالنا بعد ما خليته تقريبا غير واحد نص ساعه على ما شطرسو مزيان كنبريزونتيه كنقول لكم بون ابيتي مع كويسيه الحليبه هكا سورتو هذا البسكوي هذا بالنسبه للدراري لو غوتي الصباح ميم يديوه معاه ليكول يديهم معاه فوالا ليكول لو غوتي دونك جو ليس كنقول لكم بون ابيتي على بروشين غاسي توجور سور ما شين ما تنساوش سبسكرايب لي لايك لي بيتي بوس بلو على بروشين ويعاونكم.